تردد قناة أفلام أجنبية على القمر الصناعي أناليسات. نزولا عند رغباتكم سنكثر لكم من هذه الفيديوهات. صلوا أحبائي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذن من القائمة الرئيسية منيو نختار التركيب، ثم نذهب إلى قائمة الترددات، ثم نضغط على زر إضافة التردد. عندما تظهر لنا هذه الشاشة الصغيرة نضيف التردد 11678، معدل ترميز 27500، الاستقطاب عمودي V. هذا التردد أحبائي تظهر عليه قناة أفلام أجنبية، قنوات كثيرة منها قناة وان موفيز، وهذا التردد حزمة شرقية. سنوافيكم بالجديد في الفيديوهات القادمة. شكرا لكم أحبائي على مشاهدتي ودعمي وتشجيعي. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.